بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فارس في المقطع جديد. مقطع اليوم راح يكون شطحات السلسلة المتعودين عليها. اجيب لكم مثلا لقطة من كرير انا العب فيه. فعند اليوم كرير نادي الوحدة وصلنا نهائي دوري ابطال اسيا، راح نلعب مع شنغهاي. الذهاب انتهى في ارضهم 2-2، الاياب حاليا في ارضنا، فان شاء الله نفوز في البطولة. الصعوبة طبعا اسطوري، اذا ما فزنا على هذا المكتوب. المباراة قوية بكل امانة، فريق شنغهاي جدا قوي. راح استعرض لكم قائمة فريقنا طبعا الان، فباذن الله نجلدهم وباذن الله انا قدها. طبعا ما راح اتكلم جو المباراه، راح اخليكم بس تشوفوا اللعب. يعني ما اقدر اتكلم صراحه، صعب جدا عشان اركز في المباراه. تشكيلتنا عندنا العويشير حارسنا فاسيا، ادريان كان حارس بس تعرف اربع جانب. الدفاع بوتي كابتن الفريق، والله الصراحه لاعب كبير. تنبكتي في اليسار، حسان في اليمين، علي مجرشي من المواهب الممتازه في اليسار، حمدان الشمراني من الاظهره الممتازين جدا في اللعبه ولاعب محلي كذا كويس. باخشوين محور، انسلمو محور هجومي معاه عطيف، في اليمين زيفيكوفيتش، في اليسار راح يكون عندنا حسين العيسى، يكون امان حسين العيسى اجهز من الخليف، والمهاجم ماريانو. فتشكيله جدا ممتازه. عندنا في الدكه باسم عطله، الرشيدي، جيزاني، اجابر عيسى، الخليف، منصور حمزي، احمد عبدو. فعندنا اوراق رابحه ممكن نستخدمها في المباراه. خليني بس اعطي اللعيبه تعليمات عشان يعني نحافظ على المباراه باذن الله، ونقدر نفوز في المباراة ونقدر نجيب البطولة بإذن الله. فيبغالنا يعني بس كذا انه نركز في المباراة وما نشيل هم. الصراحة ماريانو من افضل اللعيبة اللي موجودين عندي في النادي في الركلات الحرة، فراح اوكل له كل مهام الركلات الحرة. هذا كريستيانو الوحدة بالنسبة لي، انا اسميه كريستيانو الوحدة، لاعب كبير. الركنية اليمين واليسار، اليمين لزيكوفيتش واليسار لعطيف. طولت كثير في الكلام، اعتذر عن ذا الشيء. راح ادخل على المباراه وراح اترككم تستمتعوا بس في الجيم بدون صوت، بس خلينا نعدل على الصعوبه بشكل سريع قدامكم. نخليها اسطوري، نعم اسطوري. والاطقم كيف راح تكون؟ راح نكون احنا بهذا الطقم والشنغهاي بهذا الطقم. طولت كثير في الكلام، ادخل على المباراه ونرجع لكم. سيداتي نساتي سادتي، تحية طيبة أينما كنتم. طقس مثالي هنا في ملعب المباراة وأجواء تبشر بلقاء كبير. من كابينة التعليق محدثكم فارس عوض يحييكم مشاهدينا. انتهى الشوط الأول من النهائي في مباراة الذهاب، ونحن الآن نستعد للشوط الثاني والجولة الحاسمة في مباراة الإياب. سعيد جدا بتواجدي معكم، محدثكم فارس عوض، فخور بالتواجد في بطولة بهذا الحجم وفي ظل هذه الأجواء التي يحبها عشاق كرة القدم. لقاء نتمنى بأن يكون ممتعا وعلى قدر الانتظار. مباراة أخيرة في البطولة، إياب الفاينل، المواجهة الحاسمة، مباراة تسليم اللقب والاحتفالات. لن ننسى الذهاب بكل تأكيد، لكن الإثارة اليوم، الحسم اليوم، كل مدرب عليه بالتأكيد مسؤولية كبرى، وكل لاعب يعرف أهمية هذا اللقاء وأنها الفرصة الأخيرة. وليد بخشوين، ماريانو دياز، وضعية اختلفت، أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. تمريرة ممتازة إلى الطرف، تدخل ممتاز الكرة، وبالتالي تتحول الكرة إلى رمي تماس. نشاهد قوة الضغط على الدفاع، راح الاستحواذ، كرة بتتخلص من المنطقة. ماريانو دياز، أنسيلمو، بتروح الكرة، كرة بتتشتت من الدفاع، وليد بخشوين يسير بالكرة باتجاه المرمى، تصويبة لم تكن. دياز، تمريرة ملعوبة، بوتية، ثقة كبيرة، كرة في الجناح، أرضية في وسط ال 18. طبعا من الايجابيات في المباراة انه الفريق اللي ضدنا يلعب بضغط عالي، فلياقتهم تنزل بسرعة، فيمدينا احنا نستغل ذا الشيء. فراح ابدا بالبدلاء، جابر عيسى راح ينزل،
ايضا راح ننزل ايمن الخليف بدال انسلمو اللي ما قدر يقدم اي شيء بكل امانه، وفي وراح نحول التكتيك الاربع ثلاث ثلاث الهجوميه، وان شاء الله انه مقدها اللعيبه. بس خلينا نرجع نعطي الشمراني ومجرش البقاء في الخلف ووليد بخشوين بذا الشكل يعني، وحلو وهذا يعني تحرك حر وتغطية المنتصف. خلاص شدوا حالكم يا رجال، نبي نستغل الفرص هذه وما نضيعها ابدا. منصور حمزي، احمد عبده، حمد الجيزاني، واحد منكم ممكن احتاجه في الدقائق القادمه باذن الله. طبعا الحكم ما احترمنا ابدا، جول طبعا للفريق الصيني. شوفوا ايش صار في ذي اللقطه، شوفوا شوفوا، شالها اللاعب حقنا، جاء جابر عيسى استلمها، شوف 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 اللقطة، شوفوا اللقطة بالله، شوفوا وركزوا بدون طقطقة. هذا جابر عيسى، شوفوا كيف رجع الكورة، شوفوا الحين مو في الكورة، دققوا في اللاعبين، شوفوا كيف رجل ذاك صقعت في رجل ذا وشال وشيله بنت لذينة، طاح جابر عيسى، رجع استلمها رناتوفيتش، حتى ما اعطانا افضلية لعب، شالها بوتيا بكل ما عنده يعني، حاول رجعت اللاعبهم، عرضها للاعب الاخر. طبعا في ذي الجهه العويشير كان متقدم يشيل الكوره، فجاء يبي يرجع يصدها الا المرمى كان فاضي، صراحه هدف غير مستحق، استغلوا اصابه اللاعب وهذا غش من الحكم، لكن باذن الله راح اقلبها عليهم الحين بتدخيل احمد عبده، راح ان شاء الله نقلب المباراه تماما، راح تصير التشكيله بهذا الشكل. واثقين فيكم يا رجال، نبغى الفوز باذن الله. مقابل هدفين في تعليمات من المدرب المستضيف بزياده الضغط على الفريق الضيف. الكرة تقترب من دفاعات الخصم. أوه كرة خطيرة. كاي هويكان. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. ضاعت الكرة. فرصة أمام المرمى، دفاع في الموعد بيخلص الكرة. فوهوان، تمريرة ممتازة إلى الطرف. أورناتوفيتش وصلت إلى أوسكار، فرصة والكرة في وضعية الهجوم. مهارة كبيرة في نقل الكرة، تيكي تاكا في أرضية الملعب، الفريق وكأنه في جروب واتساب حافظين بعض. كرة بشكل جميل، يا لحيم يا الله، الكرة في المرمى. طبعا الصراحة انتهت المباراة بفوز غير مستحق لهم، والله غير مستحق، غش اللي صار غش، ولا في احترام ابدا، ما الحكم ضدنا كان، وقف ضدنا وما قدرنا نسوي اي شيء. فالصراحة ما قصروا لعيبتي، شكرا لكم كلكم بكل امانة، ما قصرتوا واحد واحد، من الخليف لزيكوفيتش لانسلمو لعطيف الباخشوين الماريانو البوتيا لتمبكتي للشمراني للمجرشي للعويشير، كلهم والله رجال ما قصروا. بس في النهاية يعني تعرف التحكيم والظلم وش يسوي، وفعلا ظلمنا وضاعت البطولة، وما نقدر نقول الا حسبي الله ونعم الوكيل على اللي كان السبب. بس يا رجال وش ابغى فلوس يا رجال، القصه مو قصه فلوس، القصه قصه ظلم، احنا انظلمنا، احنا انظلمنا، تعرف يعني انظلمنا، والظلم بعمره ما بيدوم. افضل لاعب في المنافسه اخذها هولك، ما يستاهل يا رجال، بالغش بالغش بالغش، اعترفوا اعترفوا يا الصينيين، والله اعترفوا. خلينا نشوف طبعا جاتني وظائف في الهلال في سلتك يبغوني، ف ممكن اني اوافق على سلتك، ليش لا؟ تجربة جديدة للمدرب السعودي، نلحق ندرب في ذا الموسم يعني فريق اجنبي بعد ما نخش في سلتك، يعني فريق اقوى، فراح اوافق على سلتك. خلينا نشوف معاكم وش يصير في الايام الجاية، يصير لو قبلوني سلتك اروح عندهم، وبعدها يا حبيبي نخش دوري ابطال اوروبا، اجلد الفرق الاوروبية بسلتك. حلو، إدارة سلتك تبغاني، لكن لسه أنا ماني متأكد، ماني متأكد من الرغبة. باخذ يومين أراجع فيهم العروض، خلينا نشوف معاكم. في ستيو بوخارست، ما يعجبني الدوري الروماني، ماش ما هو ذاك المطلوب. أنا كمدرب دولي وعالمي وسويت ذا كله مع الوحدة، ليس هدف إنه أدرب فريق مثل ستيو بوخارست، هدف إني أدور على فريق كبير، فريق فعلا يعني إنه أنت كمدرب تتشرف فيه. فمتى آخر يوم ينتهي فيه ذا الرد؟
اوكي عندنا لسه يوم اخر زياده نجرب اليوم اللي بعده، ممكن يجينا عرض من بورتو او اياكس فيخلينا نرفض عقد سلتك تماما. شايفين كيف؟ انا بحطكم في الصوره بشوف ابواكم تشوفون ايش يصير معايا. ماشي ما في عرض خلاص، اذا نقبل بالامر الواقع. عرض سلتك راح، عرض سلتك راح، راح ادور لكم على العرض وارجع، ما ابغى انهي الحلقه اللي انتم تشوفوني مدرب جديد في فريق جديد باذن الله يعني. فخلينا نشوف معاكم الحين، اذا ما ضبطت راح اكمل لين ما نلقى فريق. اوكي دوري الاسباني، لا اسبانيول والله فريق كبير بس ماشي لا اطمح والله انه تبدا هنا وتدرب اسبانيول وتصعد فيه ويطلبوك برشلونه وريال مدريد، ممكن ليش لا. طبعا اخيرا جاني العرض المنتظر من نادي اياكس، فيا رب يا رب يتم قبولي في الوظيفة. أنا أتمنى أن يدرب إياكس، أنه مدرب سعودي يدرب نادي إياكس شرف كبير جدا، من أحسن الفرق في العالم إياكس. فيوم يدربه إنجاز 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 إنجاز. أتوقع الحين راح يجيني الرد، يعني تقريبا ما راح ألحق أدرب قدام الفحاء. حلو، إذا رسميا إدارة إياكس تبغاني كمدرب لها، وأنا هذا الشيء أبدا ما راح أرفضه وراح أوافق عليه تقديرا لأنهم فريق كبير، فريق له تاريخ. بس راح أقول لهم أعطوني يوم واحد زيادة أودع اللعيبة قبل مباراة الفحاء عشان يعني تكون خير ونهاية زي ما يقولوا. فجاني عرض من جوانتو رفضته خلاص، قلت يا رجال مالك إلا إياكس. بس بشوف مين اللعيب السعودي اللي ممكن أجيبهم في إياكس من النادي حقنا. سعيد كولزنيتش، ماريان، ولا اسحب عليهم درد انسلمو، ما في لاعب يستحق اني اجيبه معاي هناك. ممكن العيسى وتنبكتي اجيبهم هناك يتطوروا لانهم مواهب شابه. على العموم شكرا لكم على تابعه المقطع، وزي ما انتم شايفين رسميا بعد سنين خدم فيها نادي الوحده ووصلهم لنهائي اسيا، جاب معاهم الدوري، قدم اداء كبير، المدرب النجم السعودي فارس الغامدي ينتقل لتدريب نادي اياكس رغبه منه في صنع مسيره كبيره وجعل يعني المجد العربي يصل لجميع انحاء العالم. فهذه الخطوه جدا عظيمه. اكتبوا لي اذا حابين انزل لكم شطحات من كارير اياكس وبدايتنا دوري الابطال، اول مباريات المدرب دوري ابطال اوروبا. شايفين كيف يقطع ام القوه، يقطع ام القوه. يا سلام عليك، يا سلام يا فارس، بالتوفيق يويفا تشامبيونز ليج. طيب خلينا نشوف مجموعتنا في ذي البطوله. حلو، احنا الثاني مع مانشستر يونايتد والكوميتوف. خليني اوريكم فريقي طبعا كيف الاسماء اللي هنا. نيريس، تراوري، انتوني كويس ذا، مارين بس ما هو مارين حق الاهلي طبعا، مارتينيز، كلاسن، سكلورز، وديوب، تقلفيكو كابتن الفريق، كايلي بار، الظهير الايمن، ونانا حارسنا الكبير 87. شكرا لكم على تابعه المقطع. فارس فارس فشل، مع السلامه.